Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fauzan, saya dari Universitas Sains Cutnya di Langsa. Saya akan membacakan surah Al-A'raf ayat 54 dan seterusnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna rabbakumullahu alladhi khalaqa السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ تَوَى عَلَى الْعَرْشِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثًا وَالشَّمْسَ والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا الأمر تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يديه رحمته
نخرج الموتى لعلكم تذكرون. كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.